غدا سيعرف الإسرائيليون مصيرهم الأسود ويندمون على اليوم الذي ولدتهم أمهاتهم وعلى اليوم الذي أغراهم الاستعمار البريطاني ومن بعده الفرنسي والأمريكي إلى آخره، إذ أتوا بهم إلى بلادنا. أنتوا واقعين لو تتحرر الشعوب تأكلكم أكل، لكن الشعوب ملجومة بلجام من نار، لكن هذا اللجام مش على الدوام. لن تظل الشعوب ملجومة، لن. هذا الشعب عربي نار، براكين هذا الشعب، ما بيظل ملجوم بلجام، مش حمير مش خيل.